واحنا بنتكلم على هذه المأساة في مأساة تانية في قرية أبو حزام في ناجي حمادي. 10 لقوا حتفهم بالأمس في جريمة ما نعرفش حصلت ازاي. واحد اتقتل، بلغوا ابن عمه قالوا احنا قتلناه وتعال خد جثته. فجأة طلع 4 بالرشاشات وقتلوا أتوبيس كامل ما يعرفوش ده بتاع مين حتى. 10 أفراد فيه غير الجرحى. الحقيقة دي مش أول جريمة ولا آخر جريمة، لكن إلى متى؟ إلى متى تبقى الدماء تسيل في بلادنا بلا سبب وبلا مبرر؟ إلى متى يبقى الصعيد، الصعيد الأصيل، صعيد الرجال، إلى متى يتم ده؟ يمكن الداخلية تدخلت. الأمن العام بعت أكتر من 29 ضابط كبير واللواء، سيد وزير الداخلية دقيقة بدقيقة أو ساعة بساعة، سيد مدير الأمن في قنا، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللي هو محمد أبو المجد قاعد مقيم ومعه أجهزة المباحث والأجهزة المعنية. يمكن النهاردة قدروا يحصروا الأزمة بين العيلتين، لأن عيلة من العرب وعيلة من الهوارة، لكن ثقتنا في أهلنا وناسنا ومحاصرة الموضوع في إطاره ده يمكن هو اللي بينجينا من الأزمات. أنا كمواطن قنائي بتوجه بالشكر لوزارة الداخلية على جهدها اللي عملته وعلى تحركها السريع وعلى استيعاب الموقف واحتوائه وعلى ان اللي قتل واللي ارتكب الجريمه ده مجاله القضاء. نتمنى ان قضيه الثأر تنتهي من بلادنا، بلادنا كفايه اللي حصل فيها فترات طويله. لا يجب ان يكون الثأر هو اللغه اللي بنتعامل بيها في بعض قرى الصعيد.